أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دخلت المسجد ورأيت رجلا يصلي الراتب البعدية لصلاة الظهر فأتممت به، لكنه لم يلق لي بالا، فسألته بعد انقضاء الصلاة: هل صليت بي إماما؟ قال: لا. فماذا يلزمني؟ هل يجب علي إعادة صلاتي لاختلاف النيتين؟ لا، أنت على نيك وصليت منفرد وهو صلى على حدة، ما تمت الجماعة ولا تمت الإمامة، فكل له صلاته. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.